تحية طيبة مشاهدينا الكرام، جمعة مباركة، أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج الظهيرة. في ملفات اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبونة يؤكد أن مهنة المحاماة من أهم دعائم العمل القضائية وركيزة دولة القانون خلال الملتقى الدولي للاستثمار دور المحامي في مرافقة الاستثمار. في ملفنا الثاني، اتصالات الجزائر تحقق رقما قياسيا جديدا ببلوغها 500,000 زبون مشترك في خدمة التدفق العالي جدا إيدوم فيبرا. في ملفنا الثالث، منصة استشارية لشاب تهدف إلى خلق فضاء للاستشارة عن بعد في شتى المجالات. سيكون لنا حديث في ظهيرة اليوم عن آفة المخدرات، مصدر قلق وتهديد بالنسبة للمجتمع واقتصاده ونسيجه الاجتماعي. إلى جانب هذه الملفات، مواعيدنا الإخبارية القارة وجملة من التقارير والروبورتاجات. ابقوا معنا. بداية، وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبونة وبإشراف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، انطلقت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحالة أشغال الملتقى الدولي للاستثمار حول دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات. الأشغال تميزت برسالة رئيس الجمهورية إلى المشاركين في الملتقى، قرأها مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القضائية والقانونية بعلام بعلام، والتي أكد فيها رئيس الجمهورية أن مهنة المحاماة من أهم دعائم العمل القضائي وركيزة دولة القانون، وأن دور هيئة الدفاع لا يقتصر على الدفاع عن الحقوق والحريات، ولكنها تساهم أيضا في الحركية الاقتصادية والاستثمار، مبرزا أن الإصلاحات العميقة أفضت في وقت وجيز إلى تحسين بيئة الاستثمار، حيث أن التدابير المتخذة سهلت مناخ الاستثمار في بلادنا. وللحديث عن الموضوع، أسعد باستضافة الدكتور عمر حطاشة، أستاذ محاضر بجامعة مسيلة، محامي معتمد لدى المحكمة العليا. سيدي، أهلا بكم وشكرا على قبول الدعوة. أهلا بكم وشكرا على الدعوة، وتحية للمشاهدين الكرام. إذن الملتقى جاء ليثمن دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات، خاصة وأن الجزائر في إقلاع اقتصادي كبير هذه الفترة، ولابد من مرافقة المحامي هذه النهضة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. شكرا لك أستاذة. بالفعل كما تفضلتي، الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بالاشتراك مع وزارة العدل وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، قرر تنظيم هذا الملتقى يومي 27-28 من شهر جانفي الموسوم بدور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات. هذا الملتقى الذي جاء بمبادرة من الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين وعلى رأسه السيد رئيس الاتحاد الأستاذ النقيب طير إبراهيم ومجموع النقباء، في إطار تفعيل دور المحامي في مرافقة جهود الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار والنهوض بالتنمية في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الاقتصادي. في هذا الإطار، الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين عبر اللجنة العلمية لهذا الملتقى أدرجت 5 محاور في هذا الملتقى ليحاول من خلال المداخلات المدرجة في كل محور من هذه المحاور معالجة الكثير من المضامين هذا القانون الجديد للاستثمار الصادر تحت رقم 22-18. و يعني هذا الملتقى يهدف إلى مواكبة هيئة المحامين لجهود الدولة في مجال النهوض بالاستثمار. وهو كذلك سيدي رئيس الجمهورية أكد خلال رسالته في هذا الملتقى وشدد أيضا على أن مهنة المحامي من أهم دعائم العمل القضائي وركيزة دولة القانون. تصريح واضح، والكلمة كانت واضحة عن مكانة المحامي داخل العملية التنموية.
كان لنا الشرف ان حظينا بهذه الكلمه من طرف السيد وكيل السيد رئيس الجمهوريه، الذي ورد في كلمته فعلا بان المحاماه هي احد ركائز العمل القضائي، ايمانا منه ومن هيئه الدفاع ايضا، بانه لا يمكن ان يكون هناك قضاء قوي بدون دفاع قوي، فالعداله تقوم على رجلين، قضاء كف و يعني مسير لمختلف التطورات وللمنظومه القانونيه الجديده، وكذلك الدفاع الذي يسعى ان يكون في ذات المستوى. لم يعد دور المحامي هو الدفاع عن الحقوق والحريات في المحاكم والتاسيس في القضايا كما ورد في كلمه السيد رئيس الجمهوريه، بل دوره ابعد من ذلك، لا سيما في مجال الاستثمار وفي غيرها من المجالات، لأنه دور المحامي هو المرافقة القانونية للمجتمع في مختلف المجالات بما في ذلك مجال الاستثمار. لا أدل على ذلك من أن كون دستور التعديل الدستوري ل 30 ديسمبر 2020 عزز مكانة الدفاع وحقوق الدفاع من أجل أن يلعب المحامون هذا الدور، وأن يكون إضافة إلى باقي جهود الدولة في التنمية في مختلف المجالات، ولا سيما قطاع العدالة، لأنه العدالة هي ركيزة المجتمع، هي صمام الأمان، هي أصبح الدستور الجديد كرس ما يسمى بالأمن القانوني والأمن القضائي. لا يتحقق ذلك إلا عبر استقرار شرعي في مختلف المجالات، وعبر قضاء كفء ودفاع قوي مساير للتطورات الحاصلة في المجتمع وعلى المستوى الدولي. طيب أستاذ، الإصلاحات العميقة ربما أفضت في وقت وجيز إلى تحسين بيئة الاستثمار. لما تكون هناك إرادة سياسية تسمح أو تهدف إلى إشراك جميع القطاعات وجميع الفاعلين في هذه العملية، أمر مهم جدا. نعم، الانطلاقة كانت من التحولات العميقة التي أجراها التعديل الدستوري ل 30 ديسمبر 2020، الذي أرسى معالم دولة القانون وأرسى معالم يعني مظاهر دولة الجزائر الجديدة بتقويته وتعزيزه لمختلف المؤسسات وتحديد تنظيم العلاقة بين هذه المؤسسات. تلا هذا التعديل ترسانة من النصوص القانونية، لا سيما في المجال الاقتصادي اللي هو موضوع مناقشتنا. سعى المشرع بالمبادرة بجملة من التعديلات التي تستهدف تكريس هذا الهدف، هو يعني خلق بيئة استثمار مناسبة عبر تعديل العديد من النصوص ذات الصلة بموضوع الاستثمار، من بينها تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية باستحداث محاكم تجارية متخصصة أوكلت لها جملة من الاختصاصات بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالاستثمار والشركات الكبرى، حتى يضمن المشرع كفاءة عالية للفصل من طرف القضاء الفصل في المنازعات المتعلقة بالاستثمار. بفضل عن ذلك المشرع أخذ أو الدولة الجزائرية أخذت وقتا كافيا لدراسة المتأنية لقانون الاستثمار الجديد، اللي تمت مراجعته العديد من المرات على مستوى مجلس الحكومة ومجلس الوزراء، ليصدر في 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 صيغته النهائية بموجب القانون 22/18. هذا القانون الذي كرس يعني خلق بيئة جديدة للاستثمار عبر إزالته لجميع العراقيل البيروقراطية أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب، وكذلك أرسى جملة من الضمانات والحوافز المتعلقة بالاستثمار، وكذلك الآليات التي يمكن أن تؤطر هذا نجاح هذا القانون. ربما سنأتي إلى تفصيلها في معرض النقاش. تحدثت سيدي ربما عن المحاكم المتخصصة، لأي مدى ربما تساهم المحاكم المتخصصة في تسهيل عمل المحامي داخل المنظومة القانونية؟ هناك علاقة متكاملة بين القضاء والدفاع. قلنا بأنه ما فيش قضاء قوي إلا بدفاع قوي، والعكس صحيح. المادة التجارية وقانون الأعمال بصفة عامة بمختلف تشعباته يمتاز بنوع من التعقيد،
لأنه قانون الأعمال يعني يصطلح على عليه يعني مجموعة من النصوص ذات الصلة بالاستثمار والتجارة والصناعة وحرية المنافسة وغيرها، يطلق عليها اصطلاحا بقانون الأعمال. حتى يكون القضاء فعال ويراعي خصوصية المعاملات التجارية وما تنتج به من سرعة وائتمان، ويجب على القضاء أن يكون متخصصا، هذا الذي رعاه المشرع بخلقه محاكم تجارية متخصصة جهوية وعددها 6 محاكم على المستوى الوطني موزعة توزيعا جغرافيا. حدد بموجب تعديل قانون الإجراءات المدنية القانون 22/13 حدد تشكيلة هذه المحاكم، رعى في تشكيلتها التخصص، رعى فيها المزاوجة بين تخصص القضاة في القانون وكذلك وجود مساعدين متخصصين ربما لتنوير القضاة في المسائل الفنية. بالمقابل النزاع يصل إلى أمام المحاكم التجارية عبر المحامون عبر الدفاع. الدفاع أيضا يعمل من أجل عبر منظماته منظمة المحامين 24 وعبر الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين، والأدل على ذلك من تنظيم هذا الملتقى، يسعى أيضا إلى تكوين المحامين ومرافقتهم لهذه الترسانة القانونية الجديدة اللي تستهدف خلق بيئة استثمار ملائمة من أجل إنجاح هذا التحول، ومن ثم الدفع بعجلة التنمية وإعطاء ضمانة أكبر للمستثمرين الوطنيين والأجانب في مجال الاستثمار، مما يؤدي إلى تشجيعهم، لأنه كما يقال الاستثمار جبان لا يمكن أن يدخل إلى بيئة قانونية يعني غير صحية إن صح التعبير. نعم سيدي، تحدثنا ربما عن التحفيزات المتخذة التي سهلت ربما مناخ الاستثمار. هنا نتوقف عن قانون الاستثمار، وكنت أشرت عن لقانون الاستثمار الجديد الذي يمنح امتيازات عديدة لمختلف المستثمرين الأجانب خاصة. إلى أي مدى يمكن إحداث هذا التناغم بين هذه التغيرات وبين عمل المحامي إلى ضرورة استيعاب المحامي لكل هذه القوانين، استحداث كل هذه القوانين الجديدة؟ دعيني أقول بأن تحولات المنظومة التشريعية الجزائرية باتجاه تكريس الاقتصاد الحر واقتصاد السوق بدأت منذ صدور دستور التعديل الدستوري لسنة 1989. ترته التعديلات الدستورية اللاحقة سنة 96 ثم 2016 ثم آخر تعديل دستوري ل 30 ديسمبر 2020. عبر هذه التعديلات المختلفة المشرع حاول أن يكرس مبادئ الحرية الاقتصادية، وقد تكرست بصفة أدق في آخر تعديل دستوري. خلال هذه المرحلة أيضا في مجال الاستثمار المشرع أصدر 4 نصوص تشريعية، سنة المرسوم التشريعي لسنة 1993 ثم سنة 2001 ثم سنة 2016 ثم آخر تعديل وهو القانون 22/18. إصدار 4 قوانين للاستثمار خلال مدة ربما 20 سنة قد يعاب على الدولة الجزائرية ذلك، ويسم بأنه عدم استقرار تشريعي في مجال الاستثمار. لذلك الإرادة السياسية دفعت باتجاه إعداد قانون كما يعني سمعنا ذلك في عدة تدخلات لرئيس الجمهورية في مناسبة مختلفة، إعداد قانون ربما يدوم ربما لعشرة أو 20 سنة قد لا تملي تغييره إلا تغير الظروف الاقتصادية. لذلك هذا القانون أخذت فيه الحكومة وقت طويل من أجل إخراجه في صياغته النهائية. بالفعل بتفحصنا لعدد مواده 41 مادة نجد بأن المشرع عبر هذا النص الجديد قد يعني أعطى كرس أولا مبدأ الشفافية ومبدأ حرية الاستثمار ومبدأ حرية التجارة والصناعة. كذلك هذا أرسى مجموعة من الأنظمة التحفيزية للمستثمرين اللي يستفاد منها المستثمرون الوطنيون والأجانب المقيمون وغير المقيمون، مع تعريفه للمقيمون وغير المقيمون دون 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 تمييز. أيضا القانون الجديد في مضامينه نص ليس فقط على هذه الحوافز اللي ربما لا يتسع المقام لتفصيلها، وإذا كان اقتضى الأمر في النقاش سنفصل هذه الحوافز.
أعطى أيضا أنظمة أنظمة جديدة للاستثمار توضح سياسة الدولة في مجال الاستثمار، ثم في النهاية نص على الآليات المؤسساتية التي تسهر على تطبيق قانون الاستثمار، من بينها تفعيل دور المجلس الوطني للاستثمار، وكذلك تفعيل دور الوكالة الجزائرية للاستثمار اللي كانت تسمى بالوكالة الوطنية للاستثمار أصبحت الآن الوكالة الجزائرية للاستثمار، يعني عبر شباكها الموحد الوطني اللي يختص باستثمارات معينة اللي تفوق 2 مليون دينار جزائري والشبابيك الموحدة المحلية، إضافة إلى وضعه لمنصة رقمية للمستثمرين ومنصة رقمية أيضا لي، يعني هذه جملة بصفة عامة جملة التعديلات ربما والضمانات اللي أتى بها المشرع بموجب هذا القانون، وكل منها يحتاج إلى هي نقاط كلها مهمة. نعم. بالتأكيد كل نقطة منها تحتاج إلى تحليل ونقاش، وسنعود للنقاش بعد قليل دكتور، بعد أن نربط الاتصال بالزميل أحمد خير الدين من المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحل. أحمد، ما الجديد؟ ما هي أهم المحاور التي تم التطرق إليها خلال هذا الملتقى؟ نعم، بالفعل تتواصل أشغال الملتقى الدولي حول دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات. هذا الملتقى المنظم من طرف الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بالشراكة مع وزارة العدل وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين. هذا الملتقى الذي يهدف إلى النظر في دور المحامي أو الدور الذي يلعبه المحامي اليوم في عملية الاستثمار، وأيضا في تسوية مختلف النزاعات المتعلقة بهذه العملية. في خضم أشغال هذا الملتقى كان هناك العديد من المداخلات التي أثارت العديد من النقاط والمواد القانونية المتعلقة بالاستثمار. كان هناك أيضا حديث عن قانون الاستثمار الجديد والفرص المفتوحة للعديد من الشركات والمستثمرين المحليين وأيضا الأجانب، العملية الاستثمارية التي تهدف إلى خلق التنمية المستدامة ومناصب الشغل وأيضا إعطاء كامل الحقوق والحفاظ على حقوق المستثمر الأجنبي في إطار هذا القانون، قانون الاستثمار. للتفصيل أكثر والحديث عن هذا الملتقى أسعد بأن يكون معنا في هذا المباشر الأستاذ فيصل دريوش، مستشار رئيسة الاتحاد الدولي للمحامين. مرحبا بكم معنا أستاذ. أستاذ، باختصار نريد أن نتحدث عن أهداف وأهمية هذا الملتقى بالنسبة للمحامي اليوم، المحامي الذي يعول عليه في عملية الاستثمار وفي تسوية النزاعات. شكرا جزيلا. أولا بالنسبة للأهمية، الأهمية هي موجودة اليوم من خلال نوعية المشاركين والحاضرين. إذا كان اليوم تشوف أن الملتقى جاء تحت رعاية سامية سيد رئيس الجمهورية، إذا كان تشوف أن وزارة العدل والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين شركاء، إذا كان تشوف أن القضاة ورجال الأعمال والمستثمرين حاضرين، جميع الفاعلين في العملية الاقتصادية متواجدين اليوم من أجل فتح النقاش والحديث عن المناخ الاستثماري في الجزائر. حنا الهدف من هذا خلال هذا الملتقى، لا سيما من خلال الحضور الدولي وحضور رجال الأعمال المعنيين بالضرورة بالعملية الاستثمارية، أننا نعطي الصورة الحقيقية للمناخ الاستثماري والقانوني المرتبط بالعملية الاستثمارية في الجزائر اليوم، من خلال التعديلات، من خلال الأرمادة القانونية اللي كانت جات خلال هذه السنتين الأخيرتين. اليوم نقول بأنه هناك جو ملائم، هناك مجهودات مبذولة من أجل دعم العجلة الاقتصادية وتشجيع المستثمر الجزائري أو الأجنبي. إذا كان نتكلم مثلا، تكون تفضلت على المداخلات اللي كانت اليوم، احنا في البداية حبينا نبين الإطار القانوني الجديد للاستثمار. الإطار القانوني ليس فقط قانون الاستثمار، وإنما جميع المراسيم التي جاءت مرافقة وجميع التعديلات الأخرى التي جاءت بالنسبة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، قانون التجاري، هي كلها إجراءات جديدة. نتكلم عن المحكمة التجارية، نتكلم عن الوساطة، نتكلم عن الإجراءات المتعلقة بالتحكيم، هذه كلها يعني أفكار جسدت من أجل إعطاء أمان
وضمان للمستثمر من أجل خوض الاستثمار في الجزائر، ومن أجل يعني إزالة العقبات التي كانت موجودة سابقا. بالنسبة للمحاور اللي اخترناها اليوم، الشيء الجميل أنه كان عندنا محور دخلوا فيه الوزراء المعنيين بالاستثمار، لا سيما السيد وزير الصناعة اللي كان قدم مداخلة قيمة وتكلم على يعني جميع الإجراءات وجميع الامتيازات المقدمة والتسهيلات، إزالة العراقيل. السيدة وزيرة البيئة أيضا والطاقات المتجددة كانت حاضرة وأعطت مداخلة قيمة. اليوم خطاب السيد رئيس الجمهورية مشى في نفس الإطار وأكد على هذا المبدأ وسعي الجزائر إلى يعني تقديم كل ما هو ممكن من أجل تشجيع المستثمر الجزائري والأجنبي، وكذلك كان تحدث عن المحامي ودور المحامي. احنا اليوم تكلمنا دور المحامي لأنه تعرف أن المحامي دوره موش فقط في النزاع، ولكن دوره أيضا في الاستشارة، دوره قبل بداية النزاع، قبل بداية الاستثمار، وأثناء سير الاستثمار. بمعنى أنه المحامي لما يكون له من التكوين ومن المستوى ومن القدرة على مرافقة المستثمر، أكيد في النهاية راح نكون أمام عملية استثمارية ناجحة، أمام مشروع ناجح بالنسبة للمستثمر في حد ذاته، وناجح بالنسبة للاقتصاد الوطني وإلى الجزائر. احنا من خلال أيضا الضيوف الحاضرين اللي شفتوا عندنا يعني عديد من المحامين اللي جاءوا من جميع أنحاء العالم، أكثر من 47 دولة مشاركة، محامين هم في الحقيقة يعني من كبار المحامين والمميزين على مستوى دولهم، رؤساء هيئات دولية حاضرين. الهدف أننا نوصل الرسالة من خلال ضيوفنا بأن الجزائر سارية في الطريق الصحيح، الجزائر تسمع إلى انشغالات المعنيين والفاعلين، والجزائر تسعى إلى تصحيح المسار وإلى تقديم التعديلات اللازمة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني والنهوض بالجزائر. أستاذ فيصل، في ظل الترسانة القانونية الموجودة وفي ظل قانون الاستثمار والنصوص التنظيمية اليوم، أي دور يلعبه المحامي في العملية الاستثمارية وفي مرافقة الاستثمار بالجزائر، بالإضافة إلى الضمانات التي يريدها المستثمر الأجنبي أو المستثمر المحلي من أجل الدخول في هذه العملية الاقتصادية؟ أولا لما نتكلم على المستثمر موش ملزم بأنه يعرف جميع القوانين أو أنه يكون ملم بهم، لأنه هو في النهاية رجل أعمال يحاول يسعى إلى تحقيق ربح معين من خلال ممارسة نشاط تجاري معين أو صناعي أو ما إلى ذلك. اليوم المحامي هو يعني نقول أنه فاعل مهم في هذه العملية. لماذا؟ لأنه بموجب الاستشارة اللي قدمها للمستثمر، بموجب المرافقة خلال ورود الفكرة وخلال تجسيدها وأثناء السير في العملية وحتى بعد تجسيد المشروع، لأنه دور كما كنا قلنا في البداية ليس فقط أنك تروح تدافع للشركة أو المستثمر حين قيام النزاع. اليوم نبين مبادئ الأجنبي، اليوم نتكلم على الوساطة. اليوم بين الأشياء الجميلة اللي جات في القانون أننا نتكلم على الوساطة، والوساطة هي معناها أننا نتفادى النزاع، نتفادى القضاء، نتفادى التعقيدات، نتفادى الإجراءات، ونسعى إلى الإبقاء على العلاقة الطيبة بين المستثمر والإدارة أو بين المستثمر والعامل أو بين جميع الأطراف التي قد تكون متخاصمة في منازعة معينة. الوساطة الهدف انتحى هو هذا، وبالتالي بين الأشياء الجميلة أننا نشجع الوساطة وأننا ننص عليها ونتكلم عليها. إجراءات تسهيلية أخرى كثيرة، احنا اليوم من خلال هذا الملتقى عندنا كتشوف المشاركة حوالي 1800 إلى 2000 محامي مشارك، هذو كلهم فضاء من أجل تكوينهم، من أجل أنهم يكونوا في الصورة، من أجل أنهم يطلعوا على جميع هذه الإجراءات وهذه المعطيات، وأنهم يتبادلوا الخبرات مع زملائهم من الخارج ومع الخبراء المختصين. وهذا التكوين راح يكون عنده أثر إيجابي في خلال العمل اليومي للمحامي وفي خلال عمله ومرافقته للمستثمر اللي هو يتولى الدفاع عن الحقوق نتاعو.
أشكرك جزيل الشكر سيد فيصل دريوش مستشار رئيسة الاتحاد الدولي للمحامين على كل هذه المعطيات. إذن مشاهدينا الكرام كانت هذه حوصلة حول أبرز النقاط التي سطرت في هذا اليوم الأول من الملتقى الدولي حول دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات. أحمد خير الدين كنت معنا من المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، شكرا جزيلا لك وإلى ضيفك الكريم. أعود إلى ضيفي في الأستوديو السيد الدكتور عمر حطاطاش، أهلا بك مجددا. أهلا سيدي سهل. تم التطرق إلى نقطة مهمة هي نقطة الوساطة، كنا نتحدث عن التحفيزات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد، ومن بين هذه النقاط المهمة هي الوساطة في فض النزاعات. نعم، كثير من التحفيزات التي أتى بها هذا القانون بما في ذلك إتاحة المجال لطرق بديلة لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار، بما في ذلك الوساطة والتحكيم كوسائل بديلة لحل المنازعات أقرها المشرع بموجب المادة 12 من هذا القانون. الهدف من ذلك أو من خلال الوساطة والتحكيم يبرز أولا دور المحامي كما تفضل الأستاذ المتدخل عبر اتصالكم. النص واضح، نص على أنه يمكن إجراء الوساطة في منازعات الاستثمار وكلما كانت هناك اتفاقية دولية أو ثنائية تسمح بالوساطة والتحكيم كطرق بديلة لحل النزاعات. المحامي كما تفضل زميلي للدخل عبر اتصالكم دوره لم يعد يقتصر على التأسيس في قضايا مطروحة أمام القضاء. دور المحامي في مختلف المجالات لا سيما في مجال الاستثمار أصبح دور واسع يمتد إلى الاستشارة القانونية في مرحلة إنشاء المشروع أو التأسيس للاستثمار سواء الوطني أو الأجنبي عبر تقديم الاستشارة وشرح كل ما هو البيئة القانونية الجديدة لتشكل مناخ الاستثمار في الجزائر للمستثمر، هذه في مرحلة أولى. ثم في مرحلة التجسيد يمكن للمحامي أن يرافق المستثمر عبر تنويره بحقوقه وواجباته حتى يكون استثماره مطابق للقانون الجديد ومن ثم محققا لأهدافه، ليس فقط في قانون الاستثمار، الاستشارة في مجال التأمين، في الاستشارة في مجال في مجال المصرفي، في المجال الجبائي، في مجال قانون الجمارك إلى غير ذلك من القوانين ذات الصلة بمجال الاستثمار. ثم آخر دور للمحامي في هذه الحلقة هي لما ينشب النزاع أثناء تجسيد الاستثمار أو بعد تجسيده يمكن للمحامي أن يلعب دور الوساطة. إذا تكلمنا عن الوساطة وعن التحكيم أو حتى عن اللجوء فيما بعد إلى القضاء، كل هذه الإجراءات أو الطرق سواء البديلة أو الطريق القضائي تم عن طريق المحامي، وبالتالي المحامي يجب أن يكون مؤهل لذلك. وخير دليل أنه هو تنظيم هذا المؤتمر إضافة إلى الملتقى التقيات العلمية التي تنظمها منظمات المحامين عبر الوطن والتي تستهدف يعني تكوين جهاز بشري من المحامين قادر على مرافقة هذه التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع الجزائري ولا سيما في المجال الاقتصادي ومجال الاستثمار تحديدا. طيب أستاذ، دستور 2020 عزز مكانة المحامي من خلال ضمانات تكفل أداء مهامه، ما هي أهم هذه الضمانات؟ أهم هذه الضمانات التي تطرق إليها الدستور تعديل دستوري لسنة 2020 هي إعطاء المحامي الحماية القانونية من في أثناء ممارسته لمهامه وتعزيز مكانته اللائقة واعتباره أحد ركائز العمل القضائي فضلا عن تكريس حقوق المحامي وواجباته بما في ذلك الحق في التكوين مثل ما يعني كان في السابق تكوين المحامي شأن المنظمات المهنية للمحامين. الآن الدولة أخذت على عاتقها من خلال المدارس الجهوية للمحامين باش تكون أيضا المحامون مثلهم مثل على غير المدرسة العليا للقضاء. هكذا لما نكون إطار بشري كفء سواء من القضاة أو من المحامون يمكن أن يؤدي للأحكام المنظمة لمناخ الأعمال في الجزائر أن تحقق نتائجها، ومن ثم هذا الذي يبحث عنه المستثمر خاصة المستثمر الأجنبي الذي لا يقدم على الاستثمار في بلد ما إلا بعد دراسة بيئة الاستثمار لا سيما طرق حل النزاعات لا سيما
قيام حقوقه وواجباته. يعني اذا 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 سمحتي نضيف هنا نقطه فيما يتعلق بمساله الضمانات. القانون الجديد للاستثمار ساوى بين المستثمر الوطني والاجنبي. قبلها يعني قبل قانون الاستثمار كان تعديل قانون الماليه لسنه 2020 كان المشرع الغى قاعده 49-51% وابقى عليها الا في القطاعات الاستراتيجيه. اسمح هذا القانون للمستثمر الاجنبي انه يحول العمله من 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 والى من من والى الخارج عبر الطرق القانونيه على كل حال يسمح بها القانون. استسمحك نعم. سيدي سنواصل النقاش في هذه النقطه بعد ان نتوجه الى غرفه الاخبار وموجز لاهم الانباء. مشاهدينا الكرام نربط الآن الاتصال بعمر جمعي المتواجد بملعب نيلسون مانديلا حيث تدخل بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين الدورة الثامنة حيث سيفتح المنتخب الوطني للمحليين هذا الدور بمباراة صعبة أمام نظيره الإيفواري. عمر تفضل ماذا لديك؟ إذن سنعود إليك عمر جمعي عندما تكون جاهزا. إذن أعود إلى الاستوديو إلى ضيفي عمر حططاش. دكتور عمر حططاش نعم دكتور، كنا نتحدث عن الملتقى الدولي للاستثمار وأنتم لديكم مداخلة غدا تحت عنوان مبدأ المنافسة في مجال الاستثمار، ما هي ربما أهم النقاط التي ستتطرقون إليها؟ شكرا. إذا اتحاد المحامين شرفنا بالمشاركة بمداخلة في هذا الملتقى الذي أدرجت فيه خمسة محاور. آخر محور هو اللي هو المحور المتعلق بالاستثمار والطاقة والمنافسة، ستكون لنا فيه مداخلة نبرز من خلالها العلاقة بين مبدأ المنافسة وحرية الاستثمار ودور الدولة كضابطة للنشاط الاقتصادي بدلا بعدما كانت موجهة لهذا النشاط. سيكون هذا الملتقى في الختام يعني سيختتم بتوصيات، سوف يبين الملتقى الصورة الحقيقية لبيئة الاستثمار في الجزائر، يبين بالإرادة الحقيقية للدولة الجزائرية في توفير مناخ استثمار وبيئة ملائمة من سواء من جانب وجود الإرادة السياسية، وجود الإطار القانوني، ووجود منظومة قانونية آمنة تشجع فعلا على الاستثمار. وينتظر من يعني كلما وفرنا عوامل نجاح هذا القانون كلما تحققت نتائج بتدفق الاستثمارات الوطنية والأجنبية مما سينعكس على التنمية الوطنية. بالتوفيق دكتور. إذن دكتور عمر حططاش أستاذ محاضر بجامعة مسيلة محامي معتمد لدى المحكمة العليا، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام فاصل قصير وسنعود.
الثانية الآن الألياف البصرية تقنية جديدة في عالم الاتصالات أتاحت العالم نقل المعلومات والبيانات بسرعة كبيرة جدا. الجزائر من جهتها قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال باعتبارها التقنية الواحدة ذات الأفاق المفتوحة. اتصالات الجزائر وبفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها استطاعت أن تحقق رقما قياسيا جديدا ببلوغها 500,000 زبون مشترك في خدمة التدفق العالي جدا إيدون فيبغ. هي إذن ثورة تكنولوجية حقيقية تعيشها الجزائر لمرافقة الإقلاع الاقتصادي الذي يتطلب اليوم انفتاحا واسعا على العالم الخارجي، ولن يتحقق ذلك إلا بالوصول إلى انفتاح تكنولوجي يقدم جملة من التسهيلات التي ستنعكس حتما بالإجابة على مستوى معيشة المواطن الذي يبقى في صلب اهتمامات الجزائر الجديدة. وللحديث عن الموضوع أسعد باستضافة السيد رشيد أكزوح مدير عملياتي باتصالات الجزائر غرب. سيدي أهلا بكم. أهلا بك. سيدي، قبل أن نغوص في عالم الإنترنت وتشعباتها نضع المشاهد ربما في الصورة، ما هو الاتصال عبر تقنية الألياف البصرية؟ تقنية الألياف البصرية هي تقنية جديدة، هي آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة. هي إرسال بيانات على الضوء بإشارات ضوئية والتي تسمح بتدفق عالي للبيانات بسرعة الضوء. نعم، ما الفرق ربما بين التقنية السابقة ADSL وإيدون فيبغ؟ الفرق بين التقنيتين هو أن تقنية ADSL هي تقنية التي لا تسمح بتجاوز 20 ميجا بيت في الثانية وتستعمل فيها الكوابل النحاسية. أما الألياف البصرية كما سبقت وأن ذكرت أنها هي تستعمل سرعة الضوء، فهي تضمن التدفق العالي والجد العالي بنوعية كبيرة جدا، وهي تضمن التدفق يصل حتى 300 ميجا في الثانية. فهي تستعمل قلت الألياف البصرية التي من داخلها تستعمل الزجاج في باطنها. طب هل أهم المجالات التي يمكن استخدام فيها هذه التقنية، هل يمكن استخدامها في كل المجالات وفي كل القطاعات أم هناك مجالات محددة وقطاعات محددة؟ لا، الألياف البصرية تستعمل في جميع المجالات، خصوصا واليوم أصبحت من الضروريات. فهي تستعمل مثلا في مجال EPTV، يعني التلفزيون عبر باستعمال بروتوكول انترنت، وتستعمل كذلك للألعاب عبر الانترنت. فهي تضمن السرعة والتدفق العالي. فهي تستعمل في جميع المجالات، في مجال الصحة، في مجال الصناعات، مجال الإعلام أيضا، وكذلك وتستعمل في مجال الإعلام كما ذكرتي. فهي تستعمل كذلك لتقديم كذلك الدروس عن بعد، وتستعمل كذلك في مجال الصحة، تستعمل كذلك في مجال البنوك والصرفة. فهي تستعمل في جميع المجالات لأنها تضمن التدفق والجودة العالية وتعطي تسهيلات كبيرة في مجال الانترنت. طيب ماذا عن التكاليف؟ هل المواطن مطالب الآن بهذه التقنية من دفع فاتورة ربما أثقل مقارنة مع التقنية القديمة؟ فيما يخص هذه التكنولوجيا، عاملة اتصالات الجزائر في الاستثمار، فالاستثمار يبدأ من اتصال الجزائر. فهي دائما تفكر في القدرة الشرائية للزبون. فالحمد لله الزبون لا يدفع إلا حاليا لا يدفع إلا 2000 دينار لاقتناء خط الإنترنت، خاصة إذا كان خط إنترنت مع الاشتراك مجاني، واشتراك والربط مجانيين وبمبلغ لا يتعدى 2000 دينار. يعني الجودة ستضمن لكن التكاليف تتحملها اتصالات الجزائر، كما
أستطيع أن أوضح لك بأن اتصال الجزائر مرت من تكنولوجيا إلى أخرى، مثلا ما مررنا من 0.21 إلى 0.23، كما يقولوا الزبون ما حس بالتغيير تغيير والقدره الشرائيه، ولم يكن فيه مساس بالقدره الشرائيه للزبون، فهو حافظ على الهاتف وحافظ على المودام ولكن لم يدفع شيء، مثلا من 0.21 الى 0.23، والان نمر الى 0.44، الزبون يتحصل على مودام ب 2000 دينار مع الربط والاشتراك مجاني لمده شهر. يعني تغيير رقم الهواتف الثابته تغيرت التكاليف التكنولوجيا بدون مساس بالقدره الشرائيه للزبون، حتى انه الزبون لم يشعر بهذا التغيير، يعني حتى ياتيه الاتصال ويقال له انه تغير رقم هاتفك الى الرقم التالي. الحمد لله، المرور من تكنولوجيا للتكنولوجيا هناك عمل جبار تقوم به خليه الاعلام والفرق التجاريه. كل مرور من تكنولوجيا إلى تكنولوجيا نقوم بإرساء ودراسة معمقة يتم بعدها الإنجاز، ثم يتم تبليغ الزبون قبل المرور إلى تكنولوجيا أخرى. جميل. طيب كيف يتم الحصول الآن على هذه التقنية؟ ما هي الإجراءات ربما؟ الحصول إجراءات روتينية عادية؟ هي إجراءات روتينية. الزبون حاليا لا يتنقل إلى الوكالة التجارية، هي يتم إنجاز المشروع، ثم نقوم بعملية جوارية حتى لا يشعر الزبون بالعناء والتعب التنقل إلى الوكالة التجارية. فقمنا بعملية جوارية حتى يتسنى للمواطن الحصول على خط هاتف وانترنت بدون عناء التنقل. طيب سيدي، ونحن نشهد اليوم تقلبات جوية كبيرة، يعود المواطن، إذا عدنا إلى التقنية السابقة كان يعرف المواطن بعض المشاكل في سرعة تدفق الانترنت، مع هذه التقنية الجديدة هل سيضمن تدفق انترنت عالي جدا حتى في الظروف المناخية المتقلبة؟ نعم، الكواب النحاسية، التكنولوجيا باستعمال الكواب النحاسية هي لها مؤثرات خارجية، المؤثرات الخارجية منها الكهرباء التي تسبب في تخفيف السرعة وتخفيف حجم الانترنت. أما فيما يخص الألياف البصرية، أقول للمواطن أن لا خوف على التدفق ولا خوف على الجودة والنوعية، لأنها لن تكون انقطاعات ولن تكون تأثيرات خارجية من مطر أو كهرباء. ربما من ميزة هذه الألياف هي تحمل كل الظروف المناخية الخارجية، ما عدا التأثيرات البشرية من عطب يحصل على الألياف البصرية من قطع أو ألياف بصرية. أما المؤثرات الخارجية فهي لا يوجد هناك تأثيرات خارجية من مطر أو كهرباء، لأن الإشارة هي إشارة ضوئية بسرعة الضوء، في ليف بصري معمول بباطنه من زجاج، دونك لن تكون ان شاء الله تاثيرات خارجيه. قلت لك ما عدا التاثير البشري وهو قطع الالياف البصريه. وهناك وحتى طريقه التصليح هي سريعه جدا وممكنه. في هذه النقطة ربما في حالة تخريب الألياف البصرية، ماذا عن تكوين العنصر البشري لضمان الصيانة؟ فيما يخص هذا الجانب، اتصالات الجزائر من 2017 قامت بتدريب الإطارة العمال في مجال الألياف البصرية، فهي تستقبل كذلك طلبة من مراكز التكوين، فهي استقبلت كذلك الشركات الصغيرة والمصغرة لتكوينها في الألياف البصرية، فهي تعمل حاليا مع اتصالات الجزائر في تطوير شبكة الألياف البصرية، لأنها تقنية سهلة والمدة تلقي وجيزة جدا، لأنها سهلة
التلقين. طيب، حققت اتصالات الجزائر رقما قياسيا جديدا بوصولها الى 500,000 زبون مشترك في هذه الخدمه، رقم بالاكيد جاء نتيجه مجهودات معتبره من طرف كل العاملين في هذا القطاع. بالفعل اتصالات الجزائر تريد تحسين الجوده والنوعيه التدفق، فهي تقنيه بدات بتطوير في بدايه 2017. الحمد لله اليوم رانا نحن ب 500,000 زبون مشترك بتقنية الأليات البصرية. هناك برنامج مسطر عبر عدة سنوات، فهي وفرت كل الجهود وكل الجهود البشرية واللوجستيكية لتحديث وعصانة كل الشبكة النحاسية والتحول بها إلى شبكة الألياف البصرية. برنامج منذ بداية 2017، فسنة بعد سنة هناك برامج تسطر لتطوير تطوير شبكة اتصال الجزائر عبر تقنية الألياف البصرية وتحديث بشقها الأول، وتحديد وتطوير الشبكة في المناطق البيضاء في شقه الثاني. الحمد لله اليوم اتصالات الجزائر سطرت برنامجا ثريا سيكون إن شاء الله في غضون عامين إن شاء الله سيتم تحول 40% من الكواب النحاسية إلى الألياف البصرية، ويكون الشطر الثاني ب 60% في 2024 ان شاء الله. هذا في اطار عصرنة وتطوير الكواب الشبكه النحاسيه نحو الشبكات الالياف البصريه في الجزائر العاصمه. والشق الثاني هو تطوير الشبكه في كل المناطق البيضاء والمناطق الريفيه حتى عبر في على مستوى جزائر غرب وعلى مستوى التراب الوطني ان شاء الله. ان شاء الله سنواصل الحديث سيدي عن هذا الموضوع بعد ان نربط الاتصال بالزميل عمر جمعي من ملعب نيلسون مانديلا. عمر، مباراه مهمه تنتظر المنتخب الوطني للاعبين المحليين امام نظيره الايفواري، كيف هي الاجواء؟ مساء الخير فريدة، مساء الخير جمهورنا الكريم، أجواء أكثر من رائعة هنا بملعب نيلسون مانديلا، هذا الملعب العالمي، أرضية ميدان وإن تبللت من الأمطار إلا أنها استخدمت آلات للتجفيف، فهي الآن في حالة جيدة، الجمهور بدأ يدخل إلى الملعب بداية من صلاة نهاية صلاة الجمعة، الآن المدرجات بدأت تمتلئ بالجمهور الجزائري من عائلات، من كهول، من شبان وحتى من أطفال. اليوم كما قلت المباراة مهمة ومهمة للناخب الوطني مجيد بوقرة، نهائي قبل الأوان بين المنتخب الجزائري والمنتخب الإيفواري، أحد المنتخبات التي تعول على كسب شان الجزائر. فيما يخص تشكيلة المنتخب الجزائري، وإن لم تصلنا بعد رسميا، فإن مجيد بوقرة سيعتمد على التشكيلة تقريبا التي لعبت المباراة الثانية عفوا، بإقحام قندوز في حراسة المرمى، وسط الدفاع سيكون بين كداد عبد اللاوي وبالعيد، الرواقين العفاوي العوفي عفوا وبالخيتر، وسط الميدان الذي يعتمد عليه دائما مجيد بوقرة، مريزق، دراوي وقندوسي. أما الهجوم فسيكون بنسبة كبيرة بين مزيان، وأهداف المنتخب إلى حد الآن محيوس. شكرا جزيلا لك وفرجة ممتعة للجميع. نعود إلى الأستوديو إلى ضيفي الكريم رشيد أكزوح، مدير عمليات باتصالات الجزائر غرب. سيدي، يتم التركيز ربما في المرحلة الحالية إلى تزويد السكنات الجديدة بتقنية إيدوم فيبر، إلى أين وصلت هذه العملية؟ هذه العملية هي في طور، هي مرأة كما سبقت وقلت أن قد
قطعنا شوطا كبيرا في هذه التقنية. أنا هذا العام سطر برنامج على مستوى المديرية العملية لربط حوالي 50 ألف زبون بهذه التقنية الألياف البصري على مستوى المديرية العملية لاتصالات الجزائر. ففي العملية مستمرة وخصصت كمخصص ولإنجاح هذه العملية قمنا بتكوين عمال في هذه على هذه التقنية، عمال جدد على هذه التقنية لتحقيق هذا المشروع، وهو ربط كل ما تبقى من السكنات من الأحياء السكانية والمناطق البيضاء. طيب، كان هذا عن السكنات الجديدة، ماذا عن الأحياء القديمة؟ هل يتم العمل على تجديد شبكة الإنترنت بهذه الأحياء؟ وما هي ربما أهم الصعوبات التي تلقيتموها من خلال هذه العملية؟ الحمد لله تم التوقيف التدريجي لهذه الشبكة النحاسية واستبدالها بالألياف البصرية، وكما شاهدتم أن سيد الوزير القطاع قد ورئيس مدير الاتصال الجزائر قد أعطى إشارة الانطلاق في غضون هذا الشهر. فالعملية متواصلة، كما قلت أن إن شاء الله هذه السنة سيتم تحديث وحصانة 40% من الشبكة. بدأنا بالعملية على مستوى بلدية بن عكنون وبلدية الأبياغ، وفي كل البلديات المديرية العملية الاتصال الجزائر، وحتى على مستوى البلديات الجزائر العاصمة. وسيتم إن شاء الله سيتم حصانة وتحديث هذه الشبكة كما قلت على عامين إن شاء الله. إن شاء الله. طيب سيدي، الجزائر قارة بمساحتها الشاسحة، ماذا عن المناطق الداخلية والنائية؟ هل يتم التفكير ربما بتزويد هذه الأحياء أو هذه المناطق بهذه التقنية؟ كما أشرت أن استراتيجية الاتصالات الجزائرية استراتيجية الجودة والنوعية وإرضاء الزبون، هي كله يصب على إرضاء ساتيسفاكسيون إرضاء الزبون. فكل مناطق التراب الوطني معنية بتحديث وحصانة الشبكة بدون فرق. والحمد لله نحن هناك حصانة وتحديث جارت على مستوى برج باجي مختار وتستمر على كل ولايات الوطن إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، ماذا عن التوجهات المستقبلية لاتصالات الجزائر؟ هل من مشاريع مستقبلية؟ هل من رؤية مستقبلية؟ هل من الاستشراف للمرحلة القادمة؟ هي اتصالات الجزائر هي تمشي بخطى ثابتة لعصرانة شبكاتها حتى تكون شريكا اقتصاديا هاما، وتعمل كذلك لإحداث نقلة نوعية على مستوى تكنولوجيات المواصلات السلكية ولا السلكية. فهي تعمل دائما لإحداث طفرة نوعية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. بإذن الله، ونتمنى لكم التوفيق وتحقيق رقما قياسيا جديدا في أقرب الآجال إن شاء الله. السيد رشيد أكزوح، مدير عمليات اتصالات الجزائر الغرب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود.
الإنجازات تعرض عليكم يوميا من خلال هذه الأعمال على شاشة القناة الإخبارية للتلفزيون الجزائري الذي يواكب أفراح الجزائر. التلفزيون الجزائري، صورة الجزائر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى ملفنا الثالث. الآن نبقى في المجال التكنولوجي دائما، وفي ظل عصر الثورة المعلوماتية الحقيقية، حديث عن المنصات الإلكترونية المتخصصة في إدارة الاستشارات، تساعد على تقديم استشارات في شتى المجالات من خلال تكثيف التقنيات وإثراء المعارف. المنصة الإلكترونية أو ما يعرف بالوسيط التفاعلي لجميع أنواع النشر، سواء نشر المعلومات أو المنتجات، تساعد وتساهم في مشاركة المحتوى وتبادل الأفكار والمعلومات. ارتأينا في هذا اليوم أن نقدم نموذجا على هذه المنصات، وأسعد إذن باستضافة السيد خير الدين بولفعة، المدير التنفيذي المؤسسة الناشئة مستشير. أهلا بك سيدي. بك وهلا، شكرا لكم على الاستضافة. سيدي، بداية، كيف يمكن أن نعرف المنصة الاستشارية اليوم؟ منصة مستشير هي منصة استشارات إلكترونية تتيح فرصة اللقاء والحصول على استشارات من طرف أفضل الشخصيات الجزائرية محلية أو عالمية عن طريق منصة إلكترونية سهلة، مستشير.dz، اللي يمكن لأي شخص أنه يعني حاب يدخل مجال جديد، حاب يدخل مختلف المجالات، يدخل المنصة تاعنا راح يلقى مختلف المستشارين الجزائريين 100% اللي راهم هنا في الجزائر أو راهم في الخارج، باش يقدر يستشيرهم عن بعد، وراح تكون الاستشارة مرقمنة 100%. طيب، ما هي الفئات ربما من المجتمع التي تستهدفونها من خلال هذه المنصة؟ نعم، هي مستشير كمؤسسة ناشئة نبذت عن مشكلة. يعني احنا شفنا انه كاين مشكل في الجزائر اللي هو ثقافة الاستشارة، انه كاين الكثير من الشباب ولا كثير من اصحاب مؤسسات ولا يحبوا انهم يستشيروا، يوقعوا في مشكل معين يحبوا انهم يستشيروا، ولكن ما يلقاوش الشخص المناسب اللي يقدم لهم استشارات او يصعب عليهم التواصل معه. من هذا المشكل قررنا ان نديروا هذه المنصة اللي نجمعوا فيها افضل الشخصيات الجزائرية اللي عندها وجود اعلامي، عندها وجود على مواقع الاجتماعي، عندها تأثير، وأيضا كفاءات في ميدانهم، باش الناس يقدروا أنهم يستشيرهم في مختلف المجالات. احنا في مستشير حتى الآن رانا وصلنا إلى 26 مجال. ما هي ربما أهم المجالات التي يقصدها ربما الذي يتصفح أو يدخل إلى هذه المنصة؟ نعم، هي من بين أكبر المجالات اللي يدخلها الآن يعني أصحاب مؤسسات ولا الشباب، اللي هي استشارات اقتصادية، استشارات في مجال المؤسسات الناشئة، استشارات تقنية، تطوير البرامج، التطبيقات، حتى استشارات مثلا سياحية فلاحية، مختلف المجالات. لأنه في مستشير الحمد لله يعني قدرنا أننا نجمع الشخصيات الأفضل الشخصيات الجزائرية فعالة ربما فعالة نعم في ميدانها، علاش باش تقدر أنه تختصر الجهد والمال والوقت عند أي شخص يحب أنه يستشير في مختلف المجالات. احنا مركزناش على المجالات كما ركزنا على الشخصيات، على الشخصية اللي عندها مصداقية وعندها كفاءة وعندها معلومات تقدر أنها تساعد وترشد الناس نحو الأفضل. ولما نركز على الشخصيات نركز أيضا على المجالات، لأن كل شخص عنده مجال معين ربما يبدع ويعطي فيه معلومات تفيد ربما المتلقي. نعم، لأنه علاش يعني في الأونة الأخيرة يعني صار واحد التطور تكنولوجي، صار واحد التوجهات جديدة، حتى يعني فكر الشباب ولا فكر المجتمع الجزائري أصبح يحب أنه يدخل مجالات جديدة، ناهيك على يعني بعد ظهور جائحة كورونا اللي خلات المجتمع الجزائري يعيد التفكير حتى في برنامج حياته. صحيح. يعني يجب أن يدخل مجال جديد، وكي يحب يدخل مجال جديد يعني يلزم يلقى شخص اللي عنده هذيك الكفاءة الميدانية، عنده هذيك الخبرة في هذاك المجال بالتحديد، اللي يقدر يختصر عليه الجهد والمال والوقت ويقدر يجاوب على أدق التفاصيل، لأنه كل مجال هو بحر بحد ذاته، هو عالم بحد ذاته، ما تقدرش تدي المعلومات من طرف شخص عنده عموميات، لازم تدي معلومات مختص. وتدي استشارات من طرف واحد مختص في هذاك المجال، عايش في هذاك المجال لمدة سنوات 5 10 20 سنة،
يقدر انه يعاونك باش هذيك الفكره، خاصه يعني كانت حتى المؤسسات الناشئه مثلا، كان الكثير من الطلبه الجامعيين الان يحبوا انهم يديروا مؤسسات ناشئه، ولكن ما يعرفوش كيفاش اصلا. المؤسسه الناشئه هي قادره تكون في كل المجالات، عن طريق المختصين في مختلف المجالات، المستشارين في منصه مستشير يقدروا انهم يرشدوهم نحو الافضل، خاصه انه توجه جديد للعديد الشباب هو انشاء مؤسسه ناشئه. طيب سيدي، على اي اساس ربما يتم اختيار الاشخاص الذين يتم تحديدهم لتقديم خدمة استشارية؟ ربما لابد أن تكون لهم كفاءات، المهارات لابد أن يتمتعوا بها من أجل تكون لهم الحق في إعطاء ربما استشارة إلى المتلقي. نعم، نشكرك على هذا السؤال، وهذا السؤال يعني مهم جدا، ونحن كفريق لمؤسسة مستشير فكرنا فيه كثيرا قبل إطلاق مؤسسة مستشير، لأنه باش تقول مستشار قول على شخص عنده خبرة وعنده تجربة في الميدان، لذلك درنا 4 معايير أساسية في اختيار أي مستشار. المعيار الأول هو المستوى العلمي، لازم يكون عنده مستوى علمي في المجال. المعيار الثاني لازم يكون عنده كفاءة ميدانية، يعني تكون عنده خبرة في ذلك المجال. رصيد معرفي. نعم نعم. النقطة الرابعة يكون عنده ظهور إعلامي أو عنده محتوى يقدمه على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني باش نشوفوا منهجية تاعه في تقديم الاستشارات. والمعيار الرابع والمهم هو أنه يشترك مع مستشير في القيم والأهداف. الهدف تاع المستشير هو نشر ثقافة الاستشارة ورؤيتها العامة، ولا شعارها إرشاد الناس نحو الأفضل. لذلك المستشار لازم يكون إنسان ما يشحش المعلومة، إنسان يقدم المعلومة بعطاء. نقدر نقول عليه مقاول اجتماعي، كيجي له شخص حاب يدي من عنده استشارة، استشارات مدفوعة بطبيعة الحال، يقدم له كل المعلومات الكافية واللازمة باش تختصر عليه الجهد والمال والوقت. نرى أن الكثير من الناس مثلا، حتى احنا مثلا في مسار حياتنا، تمشى بعد سنة سنتين ثلاث سنوات باش تجيك معلومات، قل لو أن هذه المعلومات جاتني قبل سنتين لو كان ما خسرتش كل هذا الوقت وهذا المال وهذا الجهد. يعني المستشار يقدر أنه يختصر عليك هذا الشيء. سنواصل الحديث في هذا المجال سيدي بعد أن يرفع على مسامعنا أذان صلاة العصر، فلنستمع إلى صوت الحق. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من المغفرة والثبات والثواب. أعود إلى ضيفي في الاستوديو السيد خير الدين أبو لفعة، المدير التنفيذي للمؤسسة الناشئة مستشير. سيدي، ما هي ربما أهم الخدمات التي توفرها منصة مستشير؟ نعم، بما أنه مستشير هي مؤسسة ناشئة وتهدف إلى نشر ثقافة الاستشارة، الاستشارة بطبيعة الحال تدفعك إلى تقديم خدمات أخرى اللي هي الدورات التكوينية، لأنه جميع المستشارين تاعنا هم شخصيات ذو يعني كفاءة ميدانية، عندهم خبرة ميدانية، والمعلومات تاعهم معلومات يعني تاع ميدان تساعدك انك تدخل للسوق. لانه احنا كمؤسسة ناشئة من الاول درنا يعني الرفع من رأس المال، ودرنا مقر للمؤسسة الناشئة تاعنا اللي درنا لهم قاعة للتكوين، كيفاش المستشارين يقدروا يديروا دورات تكوينية زيادة على الاستشارات. ايضا يعني الاستشارة لا تكفي وحدها، يجب ان تكون هنالك مرافقة، يعني شجعنا المستشارين تاعنا كيف اي واحد يجي يطلب استشارة اذا كان حاب يدخل هذاك المجال يقدروا يديروا له مرافقة في إنشاء مشروعه أو دخول هذاك العالم. أيضا هنالك يعني خدمة درناها جديدة أيضا اللي هي تطوير البرامج والتطبيقات، لأنه الشباب الجزائري أو طلبة الجامعيين كيحبوا يديروا مؤسسة ناشئة دائما يبحث على من يطور للتطبيق أو يطور للموقع، نقدموا أيضا تلك الخدمات، لأنه حتى مقر المؤسسة عبارة عن مساحة عمل تشاركي لنحاول أننا نجمع أكبر قدر من مؤسسات ناشئة، طلبة، شباب، يعني إشراك الجامعة، نديروا إيكو سيستم، نديروا بيئة أعمال اللي إن شاء الله تساهم في رفع الاقتصاد الوطني. طيب ماذا عن مستحقات الدفع؟ كيف يتم دفع مستحقات ربما الاستشارة التي يطلبها المتلقي؟ نعم، أشكرك على هذا السؤال. من هو يعني نشوفوا كيف تتم عملية الاستشارة، لأنه أي شخص كيدخل الموقع تاع مستشير راح يلقى مجموعة مستشارين اللي تجاوز 80 مستشار والحمد لله إلى حد ساعة. إذا حب يستشير مستشار معين يقدر يلقى يعني البروفيل تاعه ويضغط عليه، راح يلقى سعر الاستشارة. كي يطلب الاستشارة الدفع راح يكون إلكترونيا، يعني هنايا زيادة على درنا هدف تاع نشر ثقافة الاستشارة، رانا نساهم في نشر الدفع الإلكتروني اللي راح يساهم في رفع الاقتصاد الوطني إن شاء الله. الاستشارة تاعه بدل أنه يروح للبنوك ويبدأ يجري ولا يروح يدفع كاش، لا، عن طريق بطاقة الذهبية أو سي بي يقدر أنه يدفع الاستشارة تاعه إلكترونيا 100%. والاستشارة تندار إلكترونيا، يعني واحد راه في أضرار
ولا في عنابه ولا في قسنطينه ما كلاش يجي حتى العاصمه باش يدي استشاره من طرف. عندنا حتى مستشارين جزائريين من الخارج يعني من امريكا من فرنسا من دبي اللي اي واحد يقدر انه يستشرهم عن بعد، قدرنا اننا نختصر الجهد والمال والوقت. طيب لما ربما اتوجه الى هذه المنصه واطلب نعم. استشاره في اي ميدان نعم. وادفع المستحقات، هل الاستشاره تكون انيه ام يجب اخذ موعد ام كيف يتم ذلك؟ الاستشاره دائما بطبيعه الحال يكون لها موعد، يعني طالب الاستشاره كي يدخل للمنصه بعد ما يختار المجال ويختار المستشار اللي راه حاب يطلب منه الاستشاره راح يحدد الوقت، اما المستشار يكون دار الاوقات اللي راه فيهم متفرغ يقدر يقدم استشارات، او طالب الاستشاره هو الذي يقترح وقتا معينا والمستشار كي تلحق له راح يحدد هو الوقت المناسب، مثلا اذا يمكن انه على الاقل يحجز 24 ساعه على الاقل، لانه هاد المستشارين كلهم اصحاب مؤسسات او اشخاص اللي يعني يعملوا في الميدان، قدرنا الحمد لله اننا نديو لهم شويه من وقتهم باش يقدروا انهم يفيدوا المجتمع الجزائري. يتحدد الوقت بموعد 24 ساعه على الاقل كي يلحق وقت الاستشاره عن طريق تقنيه التحاضر عن بعد، يديروا الاستشاره. هذا هي. طيب كيف يمكن معرفة إلى أي مدى ربما هذه الاستشارة لاقت رضا ربما الزبون صح القول؟ بطبيعة الحال رضا الزبون هي من بين أساسيات أي مؤسسة خدماتية، بحكم أننا مؤسسة ناشئة في مجال الخدمات خدمات الاستشارات، درنا معيار لتقييم تلك الخدمة اللي هي في آخر الاستشارة يمكن لطالب الاستشارة حتى يعني للمستشار بحد ذاته تقييم تلك الاستشارة، والحمد لله يعني رانا عندنا شهر ونصف فقط من اللي انطلقت المنصة، أنا تلقينا يعني واحد يعني استحسان كثير من طرف طالبي الاستشارة. علاش؟ لأنه الحمد لله قدرنا نركزوا على معايير أساسية في اختيار المستشارين، والمستشارين تاعنا هم الأساس في عملنا، أنهم يقدموا أفضل المعلومات وعندنا ثقة كبيرة فيهم، لذلك لقينا بلي كاين رضا كبير من طرف طالبي الاستشارة. وبطبيعة الحال يمكن لأي طالب استشارة أنه يتواصل مع مؤسسة مستشير عن طريق رقم هاتفه أو عن طريق الموقع لطرح استفسارات لشكاوي أي شيء، حنا نقدر أننا نجاوبها. حتى أن المنصة تعتبر معبر للمقاولة الذاتية. نعم بارك الله فيك على السؤال، وهذه نقطة جميلة جدا، ونشكر السيد وزير المؤسسات الناشئة والطاقم من الاستحداث يعني بطاقة المقاولة الذاتية اللي هي بحد ذاتها راح تفتح مجال كبير للمستشارين اللي يعني كانوا يخدموا خارج الإطار الرسمي ما كانوش عندهم سجل تجاري أو أنهم يخدموا عن طريق بطاقة المقاولة الذاتية. مستشير تعتبر المنصة الأولى في الجزائر اللي عبارة عن معبر للمقاولين الذاتيين في مجال الاستشارة. كان كثير من الأخصائيين الجزائريين، كان كثير من المستشارين راهم يعملوا فريلانس يعني بدون الإطار القانوني، عن طريق منصة مستشير يمكن لأي مقاول ذاتي في مجال الاستشارات أنه يعمل معها عن بعد ويكون عنده مكتب استشارات إلكتروني. هذه يعني خطوة جميلة جدا من طرف وزارة مؤسسة الناشئة وكل طاقم وكل مساهمين اللي خاصة يعني الناشطين في مجال الرقمانيات. إن شاء الله مستشير قامت بفتح هذا المجال، إن شاء الله أيضا منصات أخرى أو مؤسسات ناشئة أخرى تفتح مجال للمقاولين الذاتيين في مختلف المجالات. تحدثنا عن المستشارين الذين يتم ربما عن أخذ بعين الاعتبار مستوى التعليمي وكفاءتهم للقيام بهذه المهمة. هناك حاجة أيضا لتوفير متخصصين لإدارة هذه الأنظمة الإلكترونية، لأنه مجال يحتاج إلى دراسة، إلى ذكاء، إلى ذكاء في التنفيذ، كوادر مؤهلة. ماذا إن كانت هناك ثغرات إلكترونية؟ هل أخذتم هذه النقطة بعين الاعتبار؟ تكوين العنصر البشري لسد هذه الثغرات. أكيد. يعني بحكم أنه مستشير هي يعني الأساس تاع اللي هي المنصة الإلكترونية، بطبيعة الحال كي نقولوا مؤسسة ناشئة في مجال رقمي أو يعني عندها عدة جانب، عندها الجانب التقني وعندها الجانب الإداري والقانوني. يعني كي جاتنا الفكرة تاع مستشير أننا نطلقها في الواقع، أنا طالب دكتوراه في المقاولاتية ما عنديش علاقة مع البرمجة أو الرقمنة، بكل بساطة جبت صديقي وشريكي في المشروع هشام هواجي اللي هو مبرمج ومختص في هذا المجال، اللي هو قام ببرمجة هذا الموقع الإلكتروني وليس وحده، بالاستعانة بمبرمج آخر وهو مختص يعني في الأنظمة والسيكوريتي تاع الموقع، تأمين الموقع اللي قام بحمايته. بطبيعة الحال الجميل في مستشير كمؤسسة ناشئة أنها عندها مجموعة مستشارين لها حتى في هذا الجانب، في الجانب التقني
لدينا يعني شخصيات مميزة في جانب الأنظمة وحماية المواقع، طبيعة الحال راهم يساعدونا. مؤسسة مستشير من بين الأساسيات تاعنا، حتى فتحت مجال حتى الاستاجير مثلا اللي ديفلوبر هم يعني متربصين عندنا باش يقدروا أنهم يديوا خبرة في هذا المجال. أكيد يعني كمنصة إلكترونية أمنها وضمان معلومات الأشخاص اللي يطلبوا استشارة أو المستشارين، من بين أساسياتنا خصصنا فريق خاص من أجل حماية الموقع باش ما يكونوش هنالك ثغرات، وإذا كانت هنالك أي ثغرة أو أي يعني قرصنة ولا يكون هنالك تدخل سريع في الأمر. ولكن الحمد لله في الوقت الحالي يعني بحكم التكنولوجيا اللي راه كاينة في الجزائر يعني يمكن حماية الموقع ويمكن التطرق لعدة أمور اللي يعني نزع تلك المشاكل اللي كانت من قبل، كانوا يخافوا من المواقع من القرصنة. ولكن هنالك شباب جزائري الآن يقدر أنه يعمل في المؤسسات الناشئة ويقوم بحماية المواقع والتطبيقات كما يلزم. طيب كيف في رأيكم يمكن العمل في تقنين هذه العملية وفرض الرقابة على هذه المنصات التي يمكن حتى نتمكن من محاربة المنصات المزيفة أو المجهولة؟ نعم، هي الآن بكل بساطة من أجل الوصول إلى هذه النقطة بالتحديد هو التعويل على الكفاءات بكل بساطة، يعني لأنه لدينا خريجين جامعيين كثيرا من المدرسة العليا للإعلام الآلي، المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، من الجامعات الجزائرية، كان هنالك شباب كثير يعني متمكن في التكنولوجيات الحديثة اللي أحيانا ما قرأوهاش حتى في الجامعة، يعني داروا تكوين ذاتي من أجل أنه من أجل الوصول إلى حماية هذه البيانات ولا يعني عدم وجود تدخلات أجنبية أو قرصنة. بكل بساطة يجب التعويل على الكفاءات الجزائرية الشابة، لأن هنالك التكنولوجيا في الوقت الحالي راهي تطور بشكل سريع جدا، والحمد لله كاين الشباب الجزائري اللي أثبت نفسه في الآونة الأخيرة. طيب ماذا عن مشاريعكم المستقبلية؟ مع مستقبل المنصات الإلكترونية في الجزائر؟ نعم، أيضاً هي مستشير لديها هدف كبير وهدف واسع وبعيد المدى. منصة مستشير حابة تدير مثل ما قال صديقنا صاحب مؤسسة ناشئة بياسا، أنه ديكوديو ليكوسيستم في الجزائر، يعني نشوفوا باللي المؤسسات الناشئه في الجزائر في الوقت الحالي ليكوسيستم بيئه الاعمال ضعيفه نوعا ما، وعدد القدوات في نجاح مؤسسات ناشئه 100% جزائري قليل جدا. لذلك حبينا نديروا مثال جزائري 100% منشأ من طرف جزائريين، طلبة جامعيين جزائريين، تمويل جزائري، تطوير جزائري، نحققوا نجاح جزائري، بعدها نلجؤوا إلى ولا نزيدوا نتوسعوا أكثر إلى البلدان الإفريقية والمغاربية ولما لا العالمية. عندنا هدف في مستشير على سنتين إن شاء الله راح ندخلوا لبورصة الجزائر. بالتوفيق إذن ومزيد من النجاحات إن شاء الله. السيد خير الدين بولفعة صاحب أو مدير تنفيذي للمؤسسة الناشئة مستشير، شكرا جزيلا لك. شكرا لك على الاستقبال والاستضافة. نتوجه الآن إلى غرفة الأخبار وموجز لأهم الأنباء. الظهيرة متواصلة، وقبل أن نذهب إلى ملفنا الرابع نربط الاتصال بالزميل الأخضر كعوان المتواجد بتيزي وزو، حيث محاور استئناف أشغال إنجاز الطريق النافذ رقم 30 الرابط بين ولاية تيزي وزو وبويرة، المخطط الذي اعتمدته مديرية الأشغال العمومية لولاية تيزي وزو، إلى جانب حديث عن الإمكانيات التي سخرت من أجل فتح الطرق والمسالك إثر التقلبات الجوية الأخيرة. نربط الاتصال إذن بالزميل الأخضر كعوان. نخضر إليك. شكرا، مساء الخير زميلتي فريدة، مساء الخير لمشاهدينا الكرام عبر برنامج الظاهرة. ظاهرة اليوم ستنقلكم إلى ولاية تيزي وزو، إلى هذا المشروع الضخم النافذ 30 رقم 30 أو المشروع الضخم الذي يربط ولاية تيزي وزو بولاية البويرة.
بطريق السيار شرق غرب على مسافة 48 كيلومترا، 36 كيلومترا بالنسبة لولاية تيزي وزو، 12 كيلومترا بالنسبة لولاية البويرة. أشغال تجرى على قدم وساق لاستكمال ما تبقى من الأشغال بعد أن كان هذا المشروع عرف توقفا اليوم وتيرة متقدمة بنسبة 60%. وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا المشروع ينضم مباشرة معنا مدير الأشغال العمومية لولاية تيزي وزو السيد عبدي عبد الرحمن. سيدي المدير مساء الخير، شكرا لكم على تلبية برنامج الظاهرة. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير للجميع. هذا المشروع يعتبر من المشاريع المهيكلة والمشاريع الاستراتيجية للوطن، وهذا الطريق يربط مدينة تيزي وزو بالطريق سيار شرق غرب على مسافة 48 كيلومتر، منها 36 كيلومتر في تراب ولاية تيزي وزو. هذا المشروع المدير اسمح لي برك، عفوا حبيت نسقسيك اليوم، هذا المشروع كان توقفت فيه الاشغال قرابه السنه، انطلقت فيه الاشغال، كان فيه مشاكل، كان اليوم في حلول، حكينا برك على الحلول وكيفاش كان الانطلاق. نعم، هذا المشروع بالفعل عرف انطلاقه من جديد نظرا لما شهده من تاخر نظرا لجائحه كوفيد، ونظرا كذلك للتمويل على مستوى الجزائرية للطرق، وبعد جهود السلطات المركزية على رأسها وزارة الأشغال العمومية وسيد وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية على توفير غلاف مالي إضافي إلى هذا المشروع، وكذلك وفقا وكذلك الجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية على مستوى ولاية تيزي وزو على رأسها سيد ولي الولاية الذي أعطى اهتماما بالغا لهذا المشروع، وذلك بمحاولة فتح الرواق ونزع كل العوائق والعراقيل المتواجدة في مسار هذا المشروع. وبالفعل هذه اللجنة يترأسها سيد ولي الولاية، فيها كل المصالح، فيها مصالح الأشغال العمومية، فيها مصالح أملاك الدولة، فيها مصالح مسح الأراضي، فيها كذلك مصالح الأدراج، وكل هذه المصالح تعمل بالتنسيق الكامل من أجل رفع وتيرة تحرير الرواق وفتح الطريق قدام امام مقاوله الاشغال من اجل الانطلاق الجدي والفعلي في تنفيذ الاشغال. سيدي المدير، اليوم كي نحكيو كاين عده مراحل كانت تمر على هذا المشروع، كان يعني 10 كيلومترات كانوا مفتوحين بالنسبه من درع بن خده، على 10 كيلومترات على الشطر الاول كان مفتوح، وكان اليوم او حيز الخدمه بالنسبه للمستعملين الطريق. بالنسبه للجديد هذا السنه اللي هو راح ان شاء الله نستلمه 7 كيلومترات، كيفاش هي اليوم وتيره تقدم الاشغال؟ في سنة 2023 اليوم رانا نعمل على أننا نفتح الرواق المتواجد على مستوى بلدية ذرع الميزان في منطقة ولاد عيسى التي تشهد سكنات كثيرة في وسط الرواق، ونحن نعمل بالتنسيق مع السيد رئيس الدائرة ورئيس البلدية وتوجيهات سيد ولي الولاية على أننا نفتح الرواق في هذه الأشهر من أجل تمكين مقاولة الإشغال من أجل التقدم في الأشغال. هذا العوائق فيها ما هو شبكات تاع لالين الكتريك، الضغط العالي، وهذه رانا بدينا في الاجراءات التحويل، وفيها هذه السكنات المتواجده نحن باتصال دائم ومستمر مع المواطنين من اجل التفاهم ومن اجل ايجاد حلول قانونيه وتنظيميه من اجل التعويض، ويكون التعويض بالفعل، نعم يكون تعويض، ويكون فتح الرواق باش المجمع اللي أوكلت له الأشغال يمشي بطريقة سلسة وبطريقة وفقا لجدول الزمني المتفق عليه من أجل تنفيذ هذه الأشغال. اليوم سيد المدير، حتى نضع المشاهد الكريم في الصورة، هذا المشروع مشروع ضخم يضم محولات، فيها أيضا منشآت فنية كبرى، أنفاق، جسور، يعني من حيث الكمية المالية هي كمية غلاف مالي معتبر أعطته الدولة الجزائرية باش نكملوا باستكمال هذه المشاريع. السلطات المركزية سخرت حوالي لحد الآن
بحساب الغلاف الإضافي 100 مليار دينار من أجل إنجاز هذا الطريق اللي يمتد من تيزي وزو إلى غاية الطريق سيار شرق غرب على مستوى منطقة البويرة. هذا المبلغ ينضاف إليه مبلغ التعويضات اللي هو على مستوى مديرية الأشغال العمومية ويقدر ب 8.8 مليار دينار، ونحن انطلقنا في التعويض ورانا في حوالي 4.5 مليار دينار التي صرفت من أجل تعويض السكنات والمواطنين وتحويل الشبكات. إذا هذه مبالغ كثيرة ومبالغ معتبرة، ورانا بصدد فتح هذه 7 كيلومتر لينضاف إليها 12 كيلومتر المتواجدة على مستوى ولاية البويرة، ليتم في نهاية السنة بحول الله استلام حوالي 19 كيلومتر وتصبح على الأقل مدينة ذراع وبلدي دائرة ذراع الميزاد، يعني صورة دي سيرفي كومبليتمون فير حول نحو الطريق السيار شرق غرب. سيد المدير، بعد افتتاح هذا المشروع راح يكون عنده أهمية بالنسبة للحركة الاقتصادية على مستوى ولايتين بويرة وولاية سيوس؟ هذا المشروع سوف يدر في جانبه الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، ليس على منطقة تيزي وزو فقط ولكن كل الولايات المجاورة سواء بومرداس أو ولاية بجاية، وكذلك سوف يفك العزلة على هذه البلديات والدوائر المتواجدة في على طول الرواق، وسوف يخلق حيوية اقتصادية واجتماعية واقتصادية. سيد المدير، عودة هذه التقلبات الجوية التي لازلنا نعيش معها إن شاء الله فالخير لبلادنا والبلاد والعباد، حبيت نسقسيك برك أنه على هذا الإثر هذه التقلبات الجوية مديرية الأشغال العمومية كان لها الفضل الكبير في فتح العديد من الطرقات كانت ولائية أو وطنية أو بلدية بإشراك الجيش الوطني الشعبي. نعم بالفعل، مديرية الأشغال العمومية هي عضو في اللجنة التي تتابع التقلبات الجوية على مستوى الولاية إلى رأسها السيد الوالي ولي الولاية، وقد تم تسخير حوالي 100 شاحنة من مختلف الأنواع، وتم التدخل على مستوى الطرق الوطنية والطرق الولائية وحتى في الطرق البلدية وحتى داخل النسيج العمراني. الولاية سخرت كل الوسائل، وكان السيد الوالي يراقب عن كثب وباستمرار وفي الميدان هذه التدخلات. احنا على مستوانا سخرنا كل العتاد المتواجد لدى المديرية وفوق العدد 30 شاحنة، سخرنا كذلك كل الشاحنات المتواجدة على مستوى المقاولات اللي نتعامل معها وهي في حوالي 20 شاحنة، والسيد الوالي مع مختلف المديريات تم تسخير 50 شاحنة أخرى إضافية تم استعمالها كلها من أجل فتح هذه الطرقات. على مستوى الطريق الوطني رقم 30 المتواجد أو الرابط بين تيزي وزو والبويرة تم فتحه عدة مرات، لأنه اللوكول الثلوج المستمر يعني، وكذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 15 على مستوى الكور تاع تيروردا كذلك تم فتحه عدة مرات، وكذلك الطريق الولائي رقم 9 والطريق الولائي 253 هذه كلها تم فتحها، كذلك اللوكول تاع شريعة على المتواجد على الطريق الولائي 251 ثم تم فتحه، على مستوى عزازقة كذلك والطريق الوطني رقم 12 الرابط بين عزازقة ويكوران كذلك تم فتحه عدة مرات. شكرا لكم سيدي المدير، نذكر أن العملية لا تزال متواصلة إلى حد الآن، والله شكرا لكل هذه التفاصيل. شكرا لكم كذلك وشكرا للجميع. إذن هذا ما لدينا إلى حد الآن. زميلتي فريدة، عودة إليك بالاستوديو المركزي. شكرا لك الخضر كعوان، كنت معنا من تيزي وزو. ومن تيزي وزو نعود إلى العاصمة، إلى قصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة، وتواصل الطبعة 16 للصالون الوطني للتكوين والتشغيل بمشاركة 50 مؤسسة اقتصادية ومعاهد تكوين وأصحاب مؤسسات ناشئة. الصالون فرصة للاطلاع عن البرامج المسطرة لحاملي المشاريع والأفكار، خاصة في مجال آليات
التمويل المستحدثة. ويلتحق بنا من هناك الزميل محمد عياشي. محمد، ما جديد هذه الطبعة؟ إذن صباح الخير مشاهدينا الكرام، صباح الخير زملائي في الاستوديو. نحن نحضر مباشرة الطبعة 16 للصالون تكوين وتشغيل الوطني بحضور العديد من المؤسسات الخاصة منها والعمومية، أين تميز هذا الصالون بعروض التشغيل، كما أيضا تميز بدورات تكوين أين حضر العديد من الزوار المهتمون بمجال التكوين في العديد من المجالات. ولتفاصيل أكثر تحضر معنا السيدة يزلي أحلام، مديرة مبيعات شركة أمبلوا باختناغ ومنظمة للصالون الوطني للتوظيف وتكوين. مساء الخير سيدتي. مساء النور سيدي. إذن كيف هي الأجواء هنا، وما هي أهم النقاط التي ركز عليها الصالون من خلال العروض التكوينية ومن خلال أيضا الدورات التكوينية التي يقدمها للزوار؟ أهلا وسهلا. أريد أن أقول أنه أولا يوجد العديد من المؤسسات التي شاركت، حوالي 50 أو 60 شركة، ما بين مؤسسات اقتصادية عمومية أو خاصة، وكذلك حوالي 30 مدرسة تكوين. يعني هذا هو البوان اللي حبينا نركز عليه، وهو التكوين. اليوم هاد 30 مدرسة تقدم عروض خاصة جد جد مغرية. يعني كما على بالكم اليوم التكوين هو محور جد مهم، لانه راح يساعد لي كانديدا والوغ لي زومبلوي، كاين اوسي شركات اللي يحبوا يخلصوا دي فورماسيون بور لي زومبلوي تاعهم، فهذا الشيء راح يساعدهم على كسب كفاءات جديده، وراح يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ان شاء الله. يعني انا ندعو زوار انهم يتقدموا للقطب تاع التكوين لكي يرون المدارس تكوين المشاركه في الصالون، والتي تقدم لهم عروض خاصه جد مغريه. كما قلت لك يا دي باك تري انتريسون، كاين لا بوسيبيليتي دو باي بار ترانش، كاين دي روميز، يعني تخفيضات جد مغريه. راح انا متاكده انها راح تساعد الاشخاص وكذلك الشركات التي توفر هاد لي فورماسيون للعمال تاعهم. طيب سيدتي، فيما يخص الدورات التكوينية ومجال التكوين، هل هو موجه ل يعني فئة معينة من الناس أو موجه لجميع الفئات؟ هو موجه على الأرجح لجميع الفئات، سيتادير يا دي فورماسيون ان توت فونكسيون، كاين الماناجمنت، لا كونتابيليتي، لي ريسورس هومان، لا فونت، لو كوميرسيال، la gestion de stress, voilà, c'est-à-dire il y a des écoles de formation اللي يوفروا دي فورماسيون في جميع المجالات. يعني راني متاكده انه الافراد راح يلقاو واش راهم يحوسوا في هذا في هذا القطاع التكوين، وين كاين 30 ايكول دو فورماسيون. طيب، يعني ايضا شفنا بلي عندكم هنا في الصالون خصصتم ايضا لاصحاب ذوي الهمم، كيف يعني ما هي اهم النقاط التي قدمتموها لهذه الفئه من الناس؟ اكيد يعني الاشخاص ذوي الهمم، دونك لي بيرسون ا كاباسيتي ريدويت و افيك ان هانديكاب، يعني هم اشخاص عاديين، عندهم شهادات، عندهم كفاءات، عندهم ان بلوس يقدروا يقدموه للشركات ولا ليزيكول. يعني كنا قمنا بالعديد من حملات التوعيه والتحسيس مع لي زونتربريز، مع لي زيكول، لدمج هذه الفئه مع الاشخاص العاديين، لانهم عندهم كما قلت لك دي بلوس كي بوف ابورتي يعني في الاقتصاد الوطني. طيب. يعني ايضا شرف يعني تاع هذا الصالون. طيب، يعني نتوجه ايضا الى نقطه التكنولوجيا والعصرنه، ما هي اهم الامور التي قدمتموها فيما يخص الاشخاص الذي تعذر عليهم الحضور بسبب الاجواء؟ يعني كيف سهلتم الامور لهذه الفئه من الناس؟ نعم، alors il faut savoir que toutes les conférences وكامل الورشات اللي قمنا بها اللي هنا حضرت 3 ايام هادو باش نساعدوا لي كانديدا ميتر ان بلاس ان سي في
ميتر اون بلاس لاد دو موتيفاسيون كيفاش يبوستول اون لين ايتترا يعني كاع هاد المؤتمرات والورشات راهم ديفوزي اون لين اي اون ديريكت في صفحات امبلوا بارتنير يعني فيسبوك تويتر لينكدين و انستغرام كذلك يعني عندنا في ستاند تاعنا تاع امبلوا بارتنير ان غران كيو ار كود اللي يقدروا كامل لي كانديدا يسكانيوه ويبعثوا ديريكتومون السيره الذاتيه تاعهم لكل الشركات ولي زيكول الحاضره معنا في هذا الصالون. فوالا. طيب يعني وفيما يخص الاقبال والحضور يعني زوار كيف هو يعني الاقبال تاع الزوار هنا بهذا المعرض؟ Alors on est agréablement surpris parce que qui m'a la belle comme hier jour moi le temps manège ma tête là le jour matin était à dire je suis à le transport etc mais quand j'ai fait ma tournée là les entreprises là les écoles ils sont surpris d'avoir un grand nombre de candidatures quand même même si c'est un vendredi même si c'est un week-end et même si le temps يعني manège tu m'as les jamais بالتنقل. طيب يعني نعود نولوا للشغل وكسؤال اخير يعني ما هي كيما نقولوا لا بوسيبيليتي باش الناس تقدر تتوجه وتحط دي سي في خاص بالشغل يعني ما هي نسبه قبول المترشحين لهذه المناصب؟ انا صراحه ما عنديش ارقام جديده تسمى ما نقدرش نقول لك 2021 ولا 2022 الاحصاءات مازلنا نديروا فيها ولكن il faut savoir que le recrutement il a vraiment c'est-à-dire que les entreprises ont repris on sent quand même qu'il y a une reprise même si elle est un petit peu timide mais on est très optimiste qui m'a fait le salon il y a plus de 200 postes qui ont été ouverts et هذا الشيء راح يسرع يعني توظيف يسرع الاقتصاد الوطني لماذا لانه احنا نوظفوا عدد كبير من الناس في فتره وجيزه تاع 3 ايام الان كيف يستطيعون يعني البحث عن فرص عمل كما قلت ونعاود نكرر كاين ورشات في هاد الثلاث ايام انا ندعو المواطنين او لي كانديدان توكا المترشحين انهم يتوافدوا على لو بالي دو لا كولتور موف دي زكريا باش يحضروا هاد لي كونفيرونس وهاد لي اتيليي باسكو راح يوريو لهم جوستومون كومون ميتر ان بلاس ان بون سي في كيفاش نحطوا سيره ذاتيه مليحه مقبوله من عند الموظفين كيفاش راح نديروا ليتر دو موتيفاسيون كيفاش راح نبوستوليو اون لين وشنو هما لي فيلتر يعني اللي راح نوتيليزيوهم لورسكون بوستول اون لين ايتترا دونك اوجوردي سا سي دون بار دون اوتر بار لو ريكروتمون سي في برينسيبالمون اون لين كيما على بالنا كاع يعني كاين منصات كيما تاعنا تاع امبلوا بارتنير او العديد من المنصات كاين منصه اوسي تاع لانيم كي نوتر بارتنير دو ريكروتمون هادو انا ندعو لي كانديدا انهم يحطوا يديروا سيره ذاتيه مليحه ويتوجهوا لهاد المنصات اللي هما ان انترميديير انتر جوستومون لي زونتربريز كي ريكروت يعني لي زومبلويور والاشخاص الباحثه عن العمل. طيب شكرا لك سيدتي شكرا على هذه المعلومات القيمة شكرا على المجهودات. إذا هذه كانت آخر التفاصيل سنعود إليكم بتفاصيل أخرى في مواعيد قادمة. شكرا لك زميل محمد عياشي كنت معنا من قصر الثقافة مفدي زكريا شكرا لك وإلى ضيفتك الكريمة. ننتقل المشاهدين الآن إلى ملفنا الرابع والأخير وكما سبق وأن ذكرت في بداية الحصة سنتوقف من خلاله عند آفة المخدرات مرض نفسي معقد يعد من أخطر المشكلات التي تعاني منها المجتمعات لأنها تعد مصدر قلق وتهديد لأمنها وسلامتها واستقرارها نتيجة الآثار السلبية التي تترتب عن تعاطيها سواء بالنسبة للمدمن أو المتعاطي أو بالنسبة للمجتمع واقتصاده ونسيجه الاجتماعي. لذلك أولت الجزائر اهتماما بالغا لهذه الظاهرة وتجلى ذلك من خلال اجتماع الوزراء الأخير الذي خصص حيز منه لتثمين مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمالها والاتجار غير المشروع بهما. وللحديث عن الموضوع أسعد باستضافة البروفيسور صباح عياشي رئيسة مخبر الأسرة والتنمية والوقاية من الانحراف والإجرام. سيدتي أهلا بك. أهلا وسهلا مرحبا. بداية سيدتي ما هي ربما الدوافع التي تؤدي بالشخص إلى الإدمان؟ نعم شكرا. أولا أثمن كل المجهودات التي قامت بها أو قام بها المجلس الوزاري وعلى رأسهم رئيس الجمهورية من اتخاذ هذا القرار المهم الذي جاء في وقته
أين أصبح كل يبحث عن ردع قانوني، رغم أنه كانت هناك قوانين في هذا المجال، لكن بهذه الصفة أخذ يعني بعدا آخر، موطنا آخرا، وأخذ بعدا آخرا في بناء السلوك الاجتماعي للأفراد وفي المجتمع. فلو رجعنا إلى أن هذه الظاهرة هي ليست خاصة بالجزائر، وإنما هي ظاهرة اجتماعية، وفي نفس الوقت هي يعني تضر بكل المجتمعات، لاحظناها في كل المجتمعات سواء عربية أوروبية، يعني حتى من دول آسيوية إلى غير ذلك. يعني فيه إن شئنا ما نسميه الآن حتى أصبحت عولمة هذه المخدرات. صحيح. على المستوى العالمي، وبالتالي كل دولة وكل مجتمع أخذ إجراءات صارمة وإجراءات عملية، من بينهم الجزائر التي كانت يعني لها يعني توسع كبير وعمق في استراتيجية لبناء سلوك الإنسان، يعني ليس فقط في وقت معين، وإنما هو يعني هي استراتيجية بعيدة المدى لتمكن المجتمع من الأمن، من إنجاح مشاريعه. لأنه لو نرجع إلى المشاريع التي يعني تقوم بها أي مجتمع أو أي دولة، مشاريع اجتماعية اقتصادية سياسية إلى غير ذلك، فإنها لا تنجح بدون أن يكون هناك أمن في سلوك الأفراد، أمن في مؤسساتهم، في يعني في أسرهم إلى غير ذلك. هذه النقطة ربما أستاذة، نعم. ربما هناك أسباب أخرى تتحدثين غير الإدمان الجسدي، هناك أسباب أخرى تدفع بالشخص إلى الإدمان، وهنا نتحدث ربما عن الأسباب الاقتصادية، نعم. والاجتماعية والنفسية كذلك. نعم، أنا سأتي لهذه النقطة المهمة مثلما تفضلتي، لأنه يعني نبدأ من الكل للآخر. صحيح. من الماكرو إلى الميكرو، لأنه لو نرجع إلى الدوافع التي أدت بالأفراد إلى المخدرات، نلاحظ أن هناك دوافع كثيرة وقد تتشابه في كل المجتمعات، لكن هناك دوافع أخرى أو يعني ممارسات لهذه الظاهرة. سيدي بخاتيك لاحظنا أنها أصبحت ممارسات تكون من قبل أفراد لها دوافع اجتماعية، يعني نبدأ بالأسرة، في دوافع على مستوى الأسرة، يعني نلاحظ بعض الأبناء المراهقين الشباب الذين يعني عاشوا في جو مكهرب من العلاقات داخل الأسرة، فيه طلاق، فيه تشتت، فيه يعني جو غير ملائم لنموهم النفسي والاجتماعي السليم، فهذا يدفع بهم في البحث عن أمن وسلامة حسب ما يرونه، لأنه في الظاهر أمن، ولكن عندما يدخل في هذا العالم هو عالم خطير كالأخطبوط الذي عندما يلتوي على الشخص لا يستطيع إلا بالخروج منه إلا بوجود إجراءات وحلول وعلاجات. فهذا من ناحية، من ناحية أخرى هناك أيضا أسباب اقتصادية، يعني في ظروف معيشية يعيشها الأفراد يعني بحثا عن الرزق، فهناك من يستغل هذه الثغرة ويعني يروج للمخدرات حتى يقعون فيها بعض الأفراد، ويعني يصبحون دخلوا في مشكل أعظم وأكبر وأخطر. في أيضا مشكل آخر اللي هو مشكل يعني نفسي ومرتبط بالمزاج وبالشخصية الأفراد، يعني هناك فضول عندما يرى الأفراد أو حتى من المراهقين يعني يروج لهذه المخدرات على مستوى الجيران، على مستوى يعني فيه فضول يلجؤون إليه. في أيضا على مستوى أيضا بعض الأسر الميسورة، ليس فقط الأسر الفقيرة أو التي تعيش محنة اقتصادية، وإنما أيضا على المستوى الميسورة، يعني في أسر لا بأس بها ولكن يستغلون أبنائهم من قبل مجموعات يعني تروج للمخدرات استغلالا لمالهم واستغلالا لشخصهم في ذلك. إذن هذا يعني من جهة، من جهة أخرى فيه
أيضا ما نسميه غياب المعارف. يعني حتى ولو أنه يعني لاحظنا هذه الميداء هذه المظاهر، إلا أننا لاحظنا أيضا في نفس الوقت غياب المعارف، يعني فيه جهل بالمعارف. هناك من الأسر من أبنائهم دخلوا في هذا في هذه الآفة في هذا المرض الاجتماعي، ولكن لم يعرفوهم لأنهم ليست لهم دراية. وبالتالي هنا أيضا يجب أن يكون هناك إن شئنا تحسيس وتوعية ومعلومات تعطى للآباء والأسر. في أخيرا يعني لاحظ أيضا أنه على مستوى الجانب الخارجي فيه أيضا استهداف لدولة معينة مثل الجزائر، يعني استهداف ل يعني إدخال المخدرات ويعني استهداف الشباب الجزائري اللي هما يعني في ظل يستغلون بعض الظروف، لأنه المشاكل تحل، ولكن استهدافهم في هذا. فهنا يجب أيضا على الشباب أن يكون واعيا بما يجري في مجتمعهم وكيف أنه يستغل نفسه لقتل نفسه بنفسه. يعني فيه يعني موت بطيء لهذا الشاب أو هذه الفتاة، لأننا أصبحنا نلاحظ أن هذه الظاهرة لم تعد فقط بالنسبة للشباب الذكور وإنما أيضا بالإناث وفي كل المستويات. على ضوء ربما كل ما تقدمت به أستاذة، ما هي ربما الآليات التي يجب اتخاذها لمكافحة هذه الظاهرة وطرق تفعيلها بصورة عملية أكثر؟ نعم، هناك آليات عملية، يعني في آليات عملية اللي هي كما قلت التوعية والتحسيس ومن قبل مختلف الهيئات الرسمية والمجتمع المدني وغيره. وفيه أيضا آليات عملية علمية، يعني تبرز معارف انطلاقا من البحث العلمي، وهو ما نعمل به نحن. يعني كانت أول تجربة للجزائر وفيه نجاح كبير، وأنا جد سعيدة لأنه ثمنت هذه المجهودات بهذا القانون، لأنه كان هناك يعني ما نسميها ب يعني الجريمة في الأحياء، فكانت يعني موجودة ولكن استفحلت في بعض الأحياء، لكن في نفس الوقت يعني لم يكن هناك آلية عملية منطلقة من بحث العلمي. فالبحث العلمي هو الذي يعني يوجه ويقدم يعني الأسباب والتشخيص والحلول، ونحن بالموازاة يعني أنشأنا تخصصا في علم الاجتماع العائلي والطفولة والرعاية الاجتماعية، أين نعلم مهارات اجتماعية للشباب حتى الذي وقع يعني في هذه المخدرات. ويعني ساهمنا كثيرا في ذلك، لأنه ليس فقط يعني فيه يعني نمشي بمراحل. المرحلة الأولى اللي هي يعني فهم واقع هذا الشاب، لأنه لا يمكن أن نعالج مثل الطبيب، لا يمكن أن نعالج المرض بدون أن نفهم، حتى ولو أنه المرض متشابه لكن فيه تشخيص لحالات تختلف عن حالات أخرى. في أيضا هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية التشخيص أيضا على مستوى الأسر، وهذا ما عملنا به الشيء الجديد العملي، أننا نربط هذا الشاب أو هذه الفتاة وهذه الأسرة وهؤلاء الأولياء ومحيطهم الأسري من إخوة إلى غير ذلك، لأنه وجدنا كثير من المظاهر اللي هي قد نجد وجدنا يعني أسرة بكاملة تتعاطى المخدرات. إذن نحن نريد أن نعالج هذا الشاب أو الفتاة، وذهبنا إلى الأسرة وجدنا أيضا فيه الخال أو العم أو الأم أو الوالدين معا. فالأمر يعني كان يعني الحمد لله في شباب كثير يريد أن يطلب المساعدة ولم يجد. وبالتالي هنا يجب أيضا أن يكون هناك قنوات للتعريف بدور الأخصائي الاجتماعي العائلي، اللي هو يبدأ بالتشخيص والعلاج، العلاج لإعادة بناء العلاقات وفي نفس الوقت للتخفيف
من يعني ترسيخ أيضا ممارسات جديدة السلبية تعوض بممارسات إيجابية في طريقة التفكير، في طريقة التعامل، وفي طريقة العلاج أيضا من ناحية التدرج، وهذا يعني مهم نعم. جدا. ربما أستاذ حماية نعم. الأشخاص والأفراد من هذه الآفة تقع آدم على مسؤولية الدولة من جهة، والدولة اتخذت ربما إجراءات عملية من خلال قانون مشروع تم إطراؤه ومناقشته خلال مجلس الوزراء الأخير. أيضا المسؤولية تقع على الأسرة والمجتمع، وتحدثت عن دور الأسرة والمجتمع، أيضا تقع على مسؤولية الأستاذ. الأستاذ هنا لابد أن نشدد الرقابة على الأستاذ والمعلم والذين تتمحور وظائفهم داخل المنظومة التعليمية. نعم جيد، يعني حتى المنظومة التربوية الآن أصيبت بهذا المرض. لماذا؟ لأنه يعني تدرجنا في أو شجعنا كثيرا التعليم، ولكن في نفس الوقت أهملنا الجانب التربوي، وهذا كنا نقول أهملنا لأن لم نفعل بعض الآليات داخل المؤسسات التربوية، مثل إيجاد هؤلاء الأخصائيين الاجتماعيين. فيه موجود الأخصائي النفساني، فيه موجود المستشار البيداغوجي، ولكن ليس هناك الأخصائي الاجتماعي الذي هو همزة وصل بين الأسرة والمدرسة، ويعني هو الذي يستخدم الملاحظة الاجتماعية والتشخيص من خلال يعني احتكاكه بالأفراد، يعني لاحظوا سلوكات اجتماعية داخل المؤسسات التربوية. فهنا نربط أيضا العلاقة بينه وبين الأستاذ، ومنه الأستاذ يساعد هذا الأخصائي الاجتماعي عندما يلاحظ بعض السلوكات لهذا التلميذ أو هذا الطالب، فيعني نأخذهم بعين الاعتبار وندمجهم في مجموعة تحت العلاج. هناك أيضا أستاذ دور الجامعات أيضا، ويطول الحديث في هذا نعم. الموضوع. ودور الجامعات يعني من خلال كما قلت يعني حتى البحث العلمي فيه يعني بحوث مشاريع بحث لهذا المجال. طبعا لم تكن الشيء الجديد، يعني مش فقط بحث من أجل البحث، وإنما إيجاد الآليات الجديدة التي تمكن من القضاء على هذه وهو موضوع نعم. مهم جدا نعم. أستاذة البروفيسور صباح عياشي رئيسة مخبر الأسرة والتنمية والوقاية من الانحراف والإجرام، شكرا جزيلا لك. عفو. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود بعدها.